كلما ابتعدنا اتضحت الصورة وعرفنا جزءا من الحقيقة. ها نحن نشاهد الصورة كاملة بعد أن كنا نلمح شيئا يسيرا منها. إذن ها هي الأرض التي امتلأت بضجيجنا وهمومنا وآلامنا. ها هي الأرض التي نتباغض فيها ونتعادى من أجل شيء يسير منها. يا ترى ما حجم ذلك الشيء الذي من أجله امتلأت قلوبنا بالحقد والكره؟ في هذه البقعة الغائرة، في هذا الخضم الهائل، هناك من يخسر نفسه وآخرته لكي يستحوذ على شيء بسيط من هذه الأرض. هل نستطيع الآن الإشارة لذلك الشيء البسيط الذي استحوذ عليه؟ هل لدينا المقدرة على رؤيته ومشاهدته؟ ما زلنا نبتعد، وما زالت الحقيقة تزداد وضوحا، ولنا أن نتساءل. ونحن نشاهد هذا الكون المذهل، ونحن نرى هذه الآفاق الفسيحة، يا ترى ما هو حجم ذلك القزم الذي قال في يوم من الأيام: أنا ربكم الأعلى؟ هنا ندرك بوضوح أنه كان يهذي، وأن مقولته تلك أسخف نكتة قالها إنسان. لقد اختفت الأرض تماما، غابت في ملكوت عظيم، فأين تلك الأملاك التي كنا نراها كبيرة؟ أين تلك الهموم التي تجبرنا على البكاء وتمنع عنا السعادة؟ أمام هذه الآفاق، أمام هذا الملكوت المبهر، تستحيل كل قواميس اللغة إلى تسبيح وابتهال. إن الذي خلق هذه المجرات بهذا التناسق وبهذه الدقة وبهذا الإبداع لهو رب عظيم، تتجلى لنا عظمته فلا نملك إلا أن نردد: سبحانك، ما عرفناك حق معرفتك. وعبر هذه المساحات ومن بين هذه الأفلاك تصعد أرواح البشر في يوم ما، فروح تفتح لها أبواب السماوات وتستقبل بأجمل اللغات، وروح تلعن وتطرد وتمنع عنها الرحمات. ومن خلف هذه الآماد ومن فوق تلك السماوات سمع الله قول تلك التي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها. سمع الله كل ما تقول بينما خفي صوتها عن الذين من حولها. يصلي أحدهم بجوارك وفي لحظات السجود لا تسمع منه إلا التمتمة والهمس، والله من فوق سماواته وعرشه يعلم ويسمع ويجيب. إن الخيال البشري ليعجز، وإن الوجدان ليرتعش وهو يستقبل هذه الصور وهذه المشاهد، فالله من فوق السماوات ومن فوق العرش يعلم الخبايا، يلحظ كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض، يرقب كل رطب ويابس في هذا الكون العريض. وأمام هذه العوالم الفسيحة، أمام هذه التفاصيل المبهرة، ندرك بوضوح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ها نحن نعود بعد هذه الجولة التي تدير الرؤوس وتذهل العقول. إنها جولة في آماد من الزمان وآفاق من المكان وأغوار من المنظور والمحجوب والمعلوم، جولة بعيدة موغلة مترامية الأطراف. والآن دعونا نبحث عن الأرض المختفية في عالم من الأفلاك والأنجم والمجرات، بل دعونا نبحث عن الشمس التي تكبر الأرض بأكثر من مليون مرة، والتي كنا نظن أنها الأكبر حجما في هذا الكون. يا ترى أين هي الآن؟ أين هي عن هذا الظلام الدامس؟ أين أشعتها المحرقة؟ أين أنوارها الساطعة؟ وبعد هذه الجولة ها نحن نقترب من الوصول، وفي قلوبنا شوق عارم للذي أبدع هذا الكون العظيم. إن الكون بتناسقه وجماله وسحره يدعونا بصمت أن نرجو الله ونلح في سؤاله
أن يجعلنا من الذين ينظرون لوجهه بكرة وعشية. أبهرنا صنعه وإبداعه، فكيف لا تبهرنا اللحظة التي ينادى فيها لزيارته ورؤيته سبحانه.